للحديث عن الحملة الإغاثية الجديدة التي قامت بها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية جنوبية قضاء الفلوجة، معنا من الأنبار عبر الهاتف المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد. دكتور عبد القادر، مرحبا بك. بداية، حملة جديدة قمتم بها في محافظة الأنبار في مخيم عمرية الفلوجة، هل وضعتنا في تفاصيل أكثر عن الحملة؟ نعم، مرحبا، شكرا جزيلا. الحقيقة هذه الحملة جاءت استجابة لمناشدات وصلتنا من هذا المخيم، مخيم عمرية الفلوجة، المخيم المركزي في العمرية، وأيضا في سياق الحملات المتواصلة التي تنظمها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في مخيمات النزول في مختلف المحافظات. واشتملت هذه الحملة الأخيرة على توزيع السلات الغذائية على 440 عائلة نازحة موجودة في ضمن هذا المخيم. وهذه العائلات الموجودة كما استمعنا إلى شهاداتهم يعني بحاجة كبيرة إلى المساعدات، مختلف المساعدات، مواد غذائية، مواد تدفئة وأغطية وملابس. هم في ظل هذه الظروف الصعبة ولا سيما في انخفاض درجات الحرارة يعني يطالبون بالمزيد من الدعم والمساندة وأيضا وقود التدفئة في هذه الخيام التي لا تقيهم برد الشتاء. لذلك بالحقيقة يعني ندعو الكثير يعني المنظمات الإغاثية في قيادة نشاطها وتقديم المساعدات في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها هؤلاء النازحون في مخيمات النزول. ما هي خصوصية مخيم عمرية الفلوجة؟ بالحقيقة هذا المخيم مضى عليه أكثر من 7 سنوات تقريبا، وهم في هذه المخيمات لا يصلهم إلا القليل من الدعم. وهذه المخيمات الكثير منها قد عمل في عامل الزمن وغيرت من كفاءتها ومناسبتها للظروف الجوية والمناخية في هذه المنطقة. لذلك هم يعني تزداد معاناتهم مع تقدم الزمن، وبحاجهم كثير من الرعاية، يعني لا تصلهم سوى القليل او النذر يسير من المنظمات غير الحكومية والمساعدات وتبرعات المصريين. فكما استمعنا الى شهاداتهم في التقرير الذي بثتموه، الحقيقة يعني معاناتهم كبيرة، وضعهم يعني صعب جدا جدا، والمطلع على أوضاعهم يقف عليها غير الذي يقف يعني. فلذلك يعني بحاجهم إلى تكاتف الجهات المعنية وإلى يعني الجهات الحكومية. بالحقيقة لم تقدم ما ينبغي وما يلزم من يعني مع عزوف المؤسسات الأممية عن تقديم ما ينبغي وعن دعم النازحين، هل ستستمر حملات منظمتكم؟ عبد الحقيقة نعم، لدينا نحن حملات متواصلة ولا سيما في ظل هذه الظروف وانخفاض درجات الحرارة. إن شاء الله في هذا المخيم وفي المخيمات الأخرى في مناطق مختلفة حيث يوجد النازحون، مخيمات النزوح، لدينا برامج عديدة ونسعى قدم ما نستطيع، ما تستطيع المنظمة تقدمه في إمكانياتها المحدودة، ونسأل الله أن يفرج عن أهلها وهذه العائلات الكريمة ما يمرون به من مأساة إنسانية صعبة. المنسق العام لمنظمة أم القرى الدكتور عبد القادر محمد، كنت معنا عبر الهاتف من الأنبار، شكرا جزيلا لك.